ساعات قبيل عيد الفطر المبارك تعرف المحطة البرية لنقل المسافرين خروبة حركة غير مألوفة مقارنة بالسنوات الماضية بحكم تراجع عدد المسافرين المتوجهين لقضاء هذه المناسبة السعيدة مع ذويهم. هذا العام نقصة بارابول للعوام اللي فاتوا. العوام اللي فاتوا ديجا راني خرجت وانا راني عندي 10 و4 وما عندي حتى بلاصة ما تساش. اللي كاين اللي تخصو 10، كاين اللي تخصو 20، كاين اللي تخصو 30، كاين ديجا دوك ديبارتي على 10 غير 4 ومازال ما صرجاش من راه. احنا في العادي عندنا 3141 عبر مختلف المحطات البريه وطنيا، لحقنا الحمد لله الى 5000 رحله وطنيا، ولكن تاتي الرياح بما لا تشتهي السفن. الحمد لله ما كانش غاشي كبير داخل المحطات البريه. لماذا؟ لانه تزامنت هذه المره عطله عيد الفطر مع عطله نهايه الاسبوع. الكثير من الجزائريين يعني بدا التوافد على المحطات البريه خلال عطله نهايه الاسبوع واستمر الى غايه يعني ايام العيد. الحمد لله لم نسجل ذلك الضغط الكبير جدا داخل المحطات البريه. كاميرا الشروق تنقلت لمحطه خروبه لرصد اراء المسافرين، حيث اجمع اغلبيتهم على تحسن الخدمات والتسهيلات المقدمه، مؤكدين على طعمه للعيد دون العائله. جيت لهنا لمحطه خروبه باش نوصل ميكوزان لا فامي ديالو، فوالا باش يجوز العيد ديالو مع العائله تاعو. بيان سور حبينا نفوتوا العيد مع العائله اكيد، وما كانش كيما لمت العائله. راهي ماشيه صافا، راهم قايمين لاباس مليحه، قايمين بينا لاباس مليحه. انا رايحين ان شاء الله الولايه سعيده، ان شاء الله ان شاء الله نلحقوا بخير وعلى خير، وان شاء الله نجوزوا العيد بصحه ولهنا مع العائله. بسكنايا منا من بومرداس، رايحه ما سعيده باش نجوز في دار راجلي. المحطه البريه لنقل المسافرين خروبه خصصت 5000 حافله لنقل المسافرين رفقه اجراءات جديده لتسهيل تنقل المسافرين نحو 58 ولايه ووضعهم في اريحيه تزامنا ومناسبه عيد الفطر المبارك.